الديفنس. سو منطقيا كثير الشوط الجاي على ثلاث نقط، منطقيا كثير الشوط الجاي على ثلاث نقط، وان كان محمد بيخترق الدفاع المنطقه وعم يسجل. على فكره ما في اي لازم تروح على الارك، تخيلوا نادي الوحده سجلوا بس مره من اصل خمسه على التو بوينتس، طبعا على الثري بوينتس ولا مره. وحاليا بارفيلد بيسجل نقطته السابعه بالجيم، هداف الفريق الفلبيني. ستيب باك بيني رائع، الكره عند عمر ادلبي، عندك شان تروح على الباسكت روح. عموما تمريره حلوه لإله من شريف العش، وشريف بومان جونيور لامار جامب شوت بيسجل تو بوينتس، خمس نقط وحدويه بسرعه تصير لك بحراسه شريف العش، بيروح على الباسكت بيسجل، لا ضاعت لك الاوفنسيف ريباوند، ترجع شوطه مرتاحه، ما في اي دفاع، ما في اي دفاع، الباسكت بول دفاع بالهجوم، و3 بوينتس فلبيني عند كندل لامار جونيور، حاول يلعب واحد لواحد، خلص نشوفه واحد لواحد، ممتاز. نقطة الرابعة بالجيم، صحيح ضيع كرات، صحيح ما سجل، لكن ما عمل اي تورن اوفر، بارفيلد هذا نجم كبير، واو، سيدريك ال3 بوينتس صار مسجل ثلاثة من أصل خمسة. ثلاثية واحدة للسبونسر سوبر ماركت الفلبين، فيما طبعا شركة أجنحة الشام للطيران، سلامة اللاعب لوبيز. خروج اللاعب للفلبيني 21-9 النتيجة 10 نقط. هجوم لياقة بدنية ممتازة وسرعات عند الفريق الفلبيني اللي عم بيحاول ياخذ ويستفيد، وكمان سلة سريعة 24-9. شوف وحاليا شريف العش بيحاول ثواني أخيرة، بومان جونيور على الارك من اللوجو عم بيسجل 3 بوينتس 24-13 ثاني 3 بوينتس وحدوية بالجيم من أصل 6 رصيده أصبح 13 نقطة. معكم Yo, mga idol, bago tayo magpatuloy sa ating video ay may papakilala lang ako sa inyong isang sports betting app. Ito nga ay ang 1xBet. Meron dito PBA, NBA at iba pang sports and casino games. Napakadali lang mag-register mga idol, gamitin lamang ang ating promo code na BIGGAME at pwede tayong makatanggap ng up to 7,000 bonus sa ating first cash in pa lamang yan mga idol. Sa mga gusto mag-register ay ilalagay ko ang link sa comment section at sa description box below. Maraming salamat mga idol. نرجع في باسكت ان ورمية حرة إضافية. لغاية هلا مجد عنده نقطة من الفري ثرو لاين، في بلوك أمامنا، الفريق الفلبيني بيعرف يدافع، مش بس كمان بيعرف يهاجم، في مرات في هالمباراة بتكون قدمت مباراة دفاعية ممتازة أو هجومية ممتازة، أما لا بتلعب دفاع ولا هجوم. بالبطولة كل عند محمد شباز ضايع الريباوند، برافو محمد بيسجل الآن 2 بوينتس دربل بيعطي الفرقة وفيها فاول، أعتقد البادي كونتاكت هات ممكن تصفر فاول. نرجع فاست بريك فلبينية 2 بوينتس 32-18 مجد بيحتفظ فيها بيروح اول ذا واي، رشاد جيمز وأخيرا بيسجل 2 بوينتس، أفضل اللاعبين الأجانب الموجودين عند بارفيلد، كرة 3 بوينتس بيسجلها مرتاح 3 بوينتس، روعة الفريق. بيلقط المتابعة الهجومية من كمال جنبلاط عملاق الوحدة السوري، عموما هنا على البلاك بورد نفس اللاعب كيفن، خمس نقاط سريعة 44-27 طار الفارق. آخر ثانية كمال تحت الباسكت وكمال جنبلاط ضيع هالسلة، وأخيرا بيرجع وبيتابع وكمال جنبلاط بينزل الفارق. من بصراحة على مستوى الدفاعي بيعكس قديش سيء دفاع نادي الوحدة حاليا، اللي اسمه براين جيسون وجيسون او هذا كيفن اللي عم بيسترونج او فريق سترونج جروب الفلبيني. شباز بيروح على الباسكت، ما حدا قادر يوقفه على الاطلاق، وبيستعرض على كرة مقطوعة، رح نشوف دانك لاعب الان بي السابق باركمان، اذا بياخذ ايزي لي اب وتنسرق الكره بهالطريقه، لا مش مقبول بعد الوقت. شات باريحيه راح يشوتوها باريحيه، راح يسجلوها باريحيه، هذا مو دفاع الوحده. 35 نقطه بثلاث كوارترز، هذا رقم قليل. واخيرا يا اخي عم تتدخل اللاعب الاجنبي امامنا، اللاعب محمد تشاباز اللاعب الامريكي سجل 25 وحاليا 28 نقطه، هيز اون فاير. وات ذا بارفيلد سيدريك، محمد شباز على البول سكرين، فلبين راح تستضيف كأس العالم في قاعتهم
فيها 55 ألف متفرج. وهاللعيب مش معقول شو عم بيعمل. 32 نقطة محمد، 32 نقطة. آخر 3 3 بوينت سجلهم بنجاح، آخر 3 3 بوينت سجلهم بنجاح ورا بعض. نرجع باسكت لعمر أدلبي، رهيب عمر، حلو كتير، رائع جدا على الباك دور، عمل الكات واخيرا اتى عمر أدلبي بدانك. وهنا الشو تايم كله، هنا الاستعراض، هنا الروعه، هنا الحاله، هنا محمد، هنا شاب من اصل 68. واو، كنترول رائع على الكره، كروس اوفر اب اند اندر، مش معقول هالايد شو حلو هيك بالفينجر رول، بالفينجر رول قدر يسجل على الباك بورد لعيبها. ان عجبوني في الوحده لغايه هلا بالجيم يوسف المناع وعبد الله الحلبي، وهذا لاعب من مكان اخر 38 نقطه. ابرز لاعبي نادي الوحده كندال لامار بيها. ممتاز، الفريق عم بيقاتلوا فيها في الباسكت، ممتاز. وان كان هنا لوبيز، تخيلوا هال 3 بوينتس اللي شاهدها لوبيز امام لاعبين، لكن استفاد بالاوفنسيف ريباوند. وحاليا هالدرايف مش معقول، مش معقول هالدرايف. 87 61 هي النتيجه. ويليامز الكره تسجل 3 بوينتس حاليا، وعم اعتقد هنا اعتقد هاي الكره كان ممكن تنحسب اوفنسيف فاول، ما انحسبت. شو صار؟ صار في تمثيل وكان في ماسك من رينالدو بالكمان. صار الحديث، يبدو تكنيكال فاول على زكريا، حسب تكنيكال فاول على زكريا، والان في خطا غير رياضي فريق الجمعيه السلويه. الرميه الاولى بنجاح، الرميه برافو ياسين بيخلص ترجع عند اندري بلاتش. رينالدو بالكمان بيسجل، عنده رميه حره وحده امام الاندري بلاتش، رجعت فاست بريك، نو سيفتي، ايزي باسكت، لانه ياسين خسر الكرة، ما في حدا يحمي السلة، ما في لاعب نسميه السيل، اللاعب اللي بيقدر سرقوها، سرقها. والوقت بينتهي مشاهدينا الكرام على فرق ال 11 ريكورد الرابع من الجيم عم بيبدا 30% على الارك. الفريق الثاني عامل 16 اعتقد اللاعب رقم 34، وانا متاكد مش اعتقد الان اصبحت معلقة احمد نولد، عامل بس تنتين من سبعة في مرة اليوم، وحاليا تنتين من ثمانية. أول خطأ على فريق مايتي سبورتس، الفريق المغربي سلا خايف خايف خايف، مرة ثانية بيتعرض للبلوك، اطلع فيها لبرا، اطلع فيها هنا، فيها فاول، سيبها بالهاند اوف. عبد الرحيم نجاح بيحاول على الباسكت بيربح الرابع، وعبد الرحيم نجاح بيسجل نقطته الأربع لمصلحة فريق سلا. إذا كسبوا هالرهان، واو، فيها فاول، نو باسكت من الباسكت بول بهالجيم. زكريا مصباحي، تنتين من تنتين. رينالدو، رينالدو بالكمان بدرايف، اوه في فاول على عبد الرحيم نجاح. كمان 2 مينتس لارض الملعب. من الدور ربع نهائي الفريق العمل، ضاعت عند ماكنزي، ماكنزي بيحاول شوت. نال وياها، قال له طير، نايس داش، سكاي تايم اب اند اند. الونزو بيسجل. وين؟ يلا يا وين؟ عبد الرحيم نجاح بيطلبها تحت السلة، اعطيها يا رضوان، رضوان بيحاول يعمل درايف برايف. زكريا، شو بدك من احتجاج يا زكريا؟ غريب جدا. بيسجلها ويليامز، بيستفيد، بيسجل زكريا. كابتن زكريا انحسب على رضوان، لكن بعد هيك زكريا اعترض على قرار الحكم. عموما زكريا بيرتا فاقد لتركيز، رح يكون في مشاكل. عموما ما في شيء انتهى. اندري بلاتش درايف بيوقع على سله ولا اروع. سفيان بن علي بيحاول، عبد الرحيم على المتابعه، فيها باسكت وفاول. Salih had the numbers and he wasn't ready for the pass, but it doesn't matter, he still fit. Oh, and Andre Blatch, what a defensive effort there, and he knocks it. Three-point shot, can't get that to fall, and mighty set off Salih. He called this earlier. This Playboy, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.